قمة مصرية بولندية بالقاهرة، والرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة سبل التوصل لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حظر النفط الروسي، 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة الرئيس البولندي أندري دودا للقاهرة تعكس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره البولندي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. يسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة رئيسية من الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان. وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً. وعلى الصعيد الثنائي تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المرور قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. وتم الترحيب أيضا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وارسو اعتبارا من 31 مايو 2022. قال الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لدعم بولندا في جهود القضاء على الإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى استعراض جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا. قد حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف. وقد تطرقت المباحثات أيضاً لاستعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة. كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التباحث حول قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية بالمنطقة. تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونياً بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر، وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضاً بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو
1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد الرئيس السيسي أن الموقف المصري من الأزمة الروسية الأوكرانية يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. وقال الرئيس السيسي إن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائي لدول العالم. تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث زم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها، كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. من جانبه وصف رئيس البولندية أندريا دودا زيارته الرسمية إلى مصر بأنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وأكد الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي سعي بلاده لتعميق العلاقات مع مصر وخاصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والسياحية. هذه الزيارة تبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس وفخامته إلى وارسو، وأتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع. ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضا. شدد الرئيس البولندي أندري دودا على أن بلاده تدعم مصر في مفاوضات سد النهضة وعدم تضررها من تشغيل السد. وأضاف الرئيس البولندي أن بلاده تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر. نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين. وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده، وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قارنته قد استقبلا الرئيس البولندي أندريا دودا وقارنته في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. كما شهد الرئيس السيسي ونظيره البولندي أندريا دودا مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس أندري دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس أندري دودا في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وأعرب الرئيس أندري دودا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر،
وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشغراد، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة. وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. من جهتها قالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع فيسبوك إنها شرفت باستقبال قرينة رئيس جمهورية بولندا أجاتا كورناوز. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب. قال رئيس مجلس الوزراء إن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سوف يفتح آفاقا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر. جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام منتدى الأعمال المصري البولندي بحضور الرئيس البولندي أندري دودا. فإن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ونحن من جانبنا حريصون كل الحرص على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع. وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي عقد الرئيس البولندي أندري دودا اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. وقد أشاد مدبولي بإنشاء مجلس الأعمال المصري البولندي وإطلاق أعماله خلال هذه الزيارة. من جانبه أشار الرئيس أندري دودا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بلغ ما يزيد على 700 مليون دولار.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس البولندي أندريا دودا مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التصنيع المشترك لأطقم التحويل للعمل بالغاز الطبيعي CNG الطبيعي للمركبات. يأتي التوقيع على بروتوكول التعاون انطلاقا من تحقيق أهداف الهيئة القومية للإنتاج الحربي باستخدام التكنولوجيا وجميع العلوم الحديثة والاستفادة منها في إقامة صناعة وطنية متطورة وعالية التنافسية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بمصانعها لتنفيذ المشروعات القومية، ومنها توطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي، شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ورئيس البولندي أندري دودا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والوكالة البولندية للاستثمار بمجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية. وأوضح رئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة وتشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار. التقى رئيس البولندي أندريا دودا والسيدة قرينته أجاتا كونزهاوس مع قداسة البابا توادروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. جاء ذلك خلال قيام الرئيس البولندي والسيدة قرينته بزيارة كاتدرائية القديس مرقس، وهي الكاتدرائية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي طارق عامر للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة، ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالميا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع تم استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لقطاع الصناعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي لتحقيق دورها بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء حسنات بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكري الجزائري الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكرية المصرية الجزائرية. تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين كلا الجانبين. وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشاد رئيس الوفد الجزائري بالجهود التي تبذلها مصر وقوتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة. نظمت وزارة الداخلية المؤتمر السنوي السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال بمجال الجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنيا وتشريعيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
أحد أهم صور المكافحة غير المباشرة للجريمة المنظمة ومنها مكافحة المخدرات هو حرمان مرتكب تلك الجرائم من الاستفادة من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مدار 3 أيام تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً. سلط المؤتمر الضوء على الإطار التشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات الصلة لمواجهة تلك الجرائم واستعراض نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والتشريعية. أصبح الإرهابيين بيرتكبوا هذه الجريمة بصورة بقت متكررة، بيرتكبوا جرائم مخدرات ويغسلوها عشان يشتروا سلاح أو يأووا أو يحددوا أو يحككوا أماكن وملاذات أمنة للإرهابيين. المجرم بيحاول أن يقول أن المال ده مال جاي من طريق مشروع أو جاي من مصدر مشروع، فبيموه مصدر حصوله على هذا المال ويغطيه بطرق متعددة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتتعاون مع جهات الوزارة المختلفة والجهات المختلفة الأخرى من وزارة العدل والوزارات الأخرى في عمليات ضبط قضايا غسل الأموال. التعاون ده بيسفر عن مزيد من الجهد في تحجيم تجار المخدرات ومكافحتنا لعرض المواد المخدرة داخل الجمهورية. أنهى المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات المهمة في مقدمتها عقد دورات تدريبية للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال لتأهيلهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال والتعريف بالأساليب المستحدثة في هذه الجرائم وسرعة إصدار أوامر منع التصرف في الأموال وإجراءات التحفظ وتشديد عقوبة جرائم غسل الأموال. نخرج بتوصيات جديدة في نهاية كل مؤتمر بيتم دراستها لتعديل التشريعات اللازمة لاستكمال عملية المكافحة لغسل الأموال على الوجه الأوسع. أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات الفاعلة أهمها عقد ورش عمل تنسيقية تضم أجهزة إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعظيم أطر التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وصولاً لتطوير استراتيجية مصر في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتتصدى وزارة الداخلية بكل حسم وفاعلية لجرائم غسل الأموال لتأثيرها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر في دعم وتنسيق جهود المكافحة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 631 قضية من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن أقماح محلية. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ. وأعلنت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع في إطار الجلسة الخاصة ببحث الجهود المبذولة على صعيد عمل المناخ الدولي خلال العام الحالي، حيث يستعرض وزير الخارجية خلال الجلسة رؤية مصر لشتى جوانب عمل المناخ الدولي وما يتعين التركيز عليه من أولويات خلال الفترة المقبلة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف. من جهته وصف ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قرار واشنطن بعدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه عقلاني. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لكييف أن فرنسا ستواصل وستعزز شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا إن عمليات تسليم معدات عسكرية أخرى يمكن أن تتم في الأسابيع المقبلة، مقدرة القيمة الإجمالية للمساعدات التي تقدمها فرنسا بملياري دولار على الصعيدين العسكري والإنساني. أكد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زالوتشيفسكي أن روسيا أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم وتعمل على تعزيز مخزونها في ظل تراجع صادرات الحبوب بسبب العقوبات الغربية. وقال زالوتشيفسكي أن المخزونات الروسية أعلى بنحو 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن موسكو لا تخفض أو تحد بأي شكل من الأشكال شحنات الحبوب للخارج. وأوضح رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أن المحصول بروسيا هذا العام يمكن أن يقترب من 120 مليون طن من الحبوب. أخفق قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين ببروكسل في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي. وأظهرت مسودة للبيان الختامي للقمة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون من حيث المبدأ على حظر النفطي، لكنهم سيرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة إلى وقت لاحق. في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو، ناقش ممثل الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً جديداً من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر مؤقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي. هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ينص على فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلم بالسفن حلول نهاية العام، مستثنيا للوقت الحالي خط الأنابيب الذي يزود المجر وتشيك وسلوفاكيا. وتعارض المجر الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذا على البحر الحظر المفروض على خط الأنابيب، ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين، وطلبت 4 سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للعملية العسكرية في أوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية البالغة 80 مليار يورو أكبر ب4 مرات من فاتورة الغاز في عام 2021. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. التضخم في ألمانيا يبلغ أعلى مستوى له منذ 50 عاما.
بلغ التضخم الألماني في مايو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن أسعار المستهلك زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%. وأضاف المكتب أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة لأزمة النفط الدولي. بدأ التضخم بإسبانيا في الارتفاع مرة أخرى، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء بإسبانيا بلغ معدل التضخم 8.7% في مايو مقابل 8.3% في أبريل، بعد أن كان قد بلغ ذروته بمارس عند 9.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1985. عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال النظر ومناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين المطروحة عليها. ناقش نواب المجلس مشروع قانون خاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال نظر ومناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين المطروحة عليه. في مستهل الجلسة ناقش النواب تقرير إحدى اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون خاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم. مشروع قانون يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية، وتتماشى فندم مع حكم المادة 81 من الدستور والتي تلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا. نحن لازم نأكد على دعمنا الكامل لتلك الفئة لما تمثله من نسبة كبيرة في المجتمع المصري ولما لها عائد قوي جدا في الناتج القومي إذا ما تم دمجهم بالشكل الأمثل. وبعد مناقشات وطرح من النواب وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل الاسم ليكون صندوق قادرون باختلاف. كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، وطرح عدد من نواب المجلس آراءهم بشأنه. الخطة تتمتع بمرونة شديدة، فمثلما تضمنت الحيل يعني وسائل وأهداف الخطة، تضمنت أيضا طرق التنفيذ ومرونة البدائل والمتغيرات. وفي مداخلة لها بالجلسة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الخطة تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة وتطبيق مراحل للتطوير التكنولوجي والتمكين الاقتصادي، فضلا عن تدعيم التنافسية الدولية من خلال الاقتصاد الأخضر. كما أوضحت أن 51% من الاستثمارات الحكومية يتم تخصيصها لبناء الإنسان والقدرات وتأهيل للكوادر من الشباب والمرأة وتمكينهم. وفي نهاية الجلسة تم تأجيل المناقشة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 من حيث المبدأ والتفاصيل للجلسة المقبلة.
وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن الدولة تولي أهمية كبيرة لذوي الهمم، وأكد عدد من النواب أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم خطة طموحة وواعدة. الحقيقة إن مشروع ذوي الإعاقة اللي بنناقشه اليوم في مجلس الشيوخ مهم للغاية من حيث توقيته، لأنه هو جاء مع إطلاق الجمهورية الجديدة اللي بتسعى إلى دمج كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030. هذه الفئة فئة كبيرة جدا من حيث التعداد، بتصل للملايين، ومطلوب انها يتم اعانتها لتحقيق اهدافها ودمجها وتحقيق التنمية الاجتماعية داخل المجتمع. الخطة طبعا عرضت مجمل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، الرؤية الفترة اللي جاية في عملية التنمية اللي بتستمد من خطة التنمية المستدامة 2030. ده امر مهم جدا، ازاي وزاره التخطيط حطت دي في مستهدفاتها. تنميه المورد البشري ده كان امر مهم جدا، وكان من ابرز الامور اللي اتناقشت فيها الخطه، التحديات الاقتصاديه والتنميه وتعزيز القوه الشرائيه للجنيه المصري، ده امر مهم جدا في مواجهه الازمات العالميه النهارده في مواجهه الدولار. عندنا مشاريع اقتصاديه الفتره اللي جايه، مشروع حياه كريمه ده برضو من ضمن المشروعات اللي القت الخطه الضوء عليها، كان امر مهم جدا. احنا شايفين خطه طموحه، خطة تدعو للتفاؤل، خطة برضو مرنة، لأن احنا كلنا يمكن ده برضو كان محل حديث لكثير من النواب النهاردة، إن الأحداث الجارية والتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية والتحديات العالمية وخاصة التحديات الاقتصادية جعلت من أي دولة في العالم أو من أي كيان لا يستطيع إنه يضع تنبؤاته بغدا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم عاجل لمواطن في محافظة أسوان عقب تعرض منزله لحريق نشب فيه وأدى إلى تلف كافة محتوياته. وعلى الفور تحركت مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل لأسرة المواطن بقرية الحكمة بأسوان. وبشكل عاجل تواصلت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة مع المواطن المتضرر لتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته، من ترميم المنزل وتقديم المواد الغذائية والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة تعويضا له عما تعرض له منزله من أضرار الحريق الذي نشب فيه. وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مديرية الصحة القافلة العلاجية المجانية بقرية العرب التابعة لمركز كومامبو بأسوان. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من المترددين على القافلة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة داخل محافظة أسوان لإجراء العمليات الجراحية. وتقوم هذه القافلة بجولاتها 4 مرات أسبوعيا داخل القرى النائية والفقيرة لتقدم خدماتها العلاجية من خلال 10 تخصصات مختلفة إضافة للمعمل والأشعة. نظمت مديرية الصحة والسكان محافظة الإسماعيلية قافلة طبية شاملة بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف على 1000 مواطن، حيث شملت القافلة عيادات متنقلة في 12 تخصصا طبيا، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. جميع القوافل الموجودة في كل أسبوع في كل قرية لخدمة أهالينا البسطاء اللي ما كناش هنوصل لهم قبل كده، ولا كانوا منسيين وكانوا عانوا لكثير لفترات طويلة من التجاهل والإهمال. دلوقتي لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة أنشئت خصيصا لخدمة أهالينا في القرى وتنمية الريف المصري. النهاردة احنا بنخدم أهالينا في إدارة القصاصين في منطقة الخفيج. لحد دلوقتي احنا تقريبا ما يقرب من 700 فرد حتى الآن، والقافلة لسه ما خلصتش. الإقبال عالي جدا، أي حالة بتجيلي مش تخصصات اللي عندي دي المفروض ان انا بعمل لها احالات للمجمع الطبي واي مركز من مراكز التامين الصحي الشامل، واي احالات عندي للمستشفيات الجامعيه بتبقى بالتنسيق مع مؤسسه حياه كريمه.
قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة بتفقد محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. يأتي ذلك في إطار دعم جهود استضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة على تواصل جهود الدولة لتحويل السيارات بشرم الشيخ للسيارات صديقة للبيئة بشكل كامل، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ. بنشتغل في تحويل مدينة شرم الشيخ، تحويل السيارات الأجرة والسياحة والملاكي والحكومة إلى سيارات صديقة للبيئة. إزاي؟ أنا وقعت بروتوكول مع السيد وزير البترول في الحقيقة، وزارة البترول دعماني بخمسة مليون جنيه، كل 8000 جنيه للعربية. عايز أقول إحنا عندنا حوالي 700 وشوية هنحولهم لغاز مجانا، يعني السائق لن يدفع مليم، الدولة تتحمل أو وزارة البترول 5 مليون جنيه. وهي دلوقتي أنا عايز أقول إن إحنا بدأنا بعد العيد، يعني إحنا في الثلاث أسابيع دلوقتي عايز أقول لك إن 97% من حجم السيارات المطلوبة اللي هي 750 سيارة تم تأمينهم. وأنا كنت في جولة من شوية في هذه المحطات غاستيك والكار جاز في الحقيقة. ايضا وانا مع السيد وزير البترول وحد موقع البروتوكول بيغير لي ثلاث محطات لغاز وكهرباء وكذا. تم تحويل عدد 97% من سيارات طبق البروتوكول الموقع من سيارات شركات السياحه، سيارات تاكسي، قطاع عام، الديوان العام والمحليات، بالاضافه ان هو هيتم اضافه 8 محطات قبل شهر 11 لجعل مدينه شرم الشيخ مدينه صديقه للبيئه. المبادره اصلا بتاع شرم الشيخ تركيب الغاز مجانا، وهنا ما بيأخروش في اي حاجه، في اي حاجه بالعطار، اي عطل بيحصل في العربيه بنيجي، في اهتمام بالصيانه وفي اهتمام بكل حاجه. انا غيرت بدلت غاز من 3 ايام فاتوا في المبادره، والصراحه الغاز اقتصادي جدا وبيدونا ضمان، والصراحه انا حاسس بفرق عن البنزين يعني بصراحه يعني. والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية. نعم، الأخبار الاقتصادية مع دينا فكري. ليك دينا. شكرا لكما ياسر ورقدة، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية المشتركة حتى عام 2025 تحت عنوان من أجل الازدهار المشترك. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية. تتمثل تلك المحاور في دعم تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي والقاري، وكذلك دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإقليمية العادلة والمستدامة على المستوى المحلي. عد تتويجاً العلاقة القوية والحوار الموسع الذي تم إجرائه بين الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ووزارة التعاون الدولي حول إطلاق مبادرة الشراكة والبرامج المشتركة بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي، والذي بدأ منذ عام 2019. وفي هذا الصدد تقوم الاستراتيجية القطرية لمجموعة الوكالة الفرنسية لمصر بطرح رؤية للشراكة قادرة على موائمة أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لمجموعة الوكالة مع الأولويات التنموية للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية مصر تنطلق وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يتوافق مع خطة التوجهات الاستراتيجية الخامسة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والاستراتيجية الإقليمية لشمال أفريقيا 2020 وحتى 2024.
إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع جماعي، وارتفع رأس المال السوقي بأكثر من مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليارا و540 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10086 نقطة، وأغلق عند 10109 نقاط، مرتفعا بنسبة 22%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1727 نقطة، وأغلق عند 1737 نقطة، مرتفعا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2599 نقطة، وأغلق عند 2614 نقطة، مرتفعا بنسبة 58%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات. أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها 62 قرشا للشراء، 18 جنيها 54 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 20 جنيها 3 قروش للشراء، 19 جنيها 94 قرشا للبيع. وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم وصل إلى 23 جنيها 53 قرشا للشراء، 23 جنيها 42 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات 7 قروش للشراء، 5 جنيهات و4 قروش للبيع. وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 96 قرشا للشراء، 4 جنيهات 94 قرشا للبيع. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع متتبعة الأسهم العالمية وأسعار النفط، في حين تفوق مؤشر أبوظبي على بقية أسواق المنطقة، وصعد مؤشر أبوظبي 2.4%. كما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي مرتفعا 1.5%. وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 1.7%. كما زاد مؤشر البحرين بنسبة 1.1% في ختام التعاملات. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة إلى ياسر ورغدة. شكرا لك دينا. احتل المرشح اليساري غوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت بكولومبيا، وهذا من المقرر أن يواجه في الجولة الثانية التي تجرى بعد 3 أسابيع رجل الأعمال رودولفو هرنانديز الذي احتل المركز الثاني. في انتخابات رئاسية وصفت بأنها ستكون فاصلة، احتل المرشح اليساري الكولومبي جوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. بيترو المرشح اليساري الثانية التي تجرى في 19 يونيو المقبل، رجل الأعمال رودولفو هرنانديز الذي احتل المركز الثاني بصورة مفاجئة. إحصائيات مكتب التسجيل الوطني أظهرت حصول بيترو على 40.3% من الأصوات بعد فرز 96.2% من صناديق الاقتراع، بينما حصل هرنانديز على 28.1%، وتصدر بيترو باستمرار استطلاعات الرأي العام نتيجة تعهداته بإعادة توزيع رواتب التقاعد وعرضه للالتحاق بالجامعات العامة بالرسوم ومكافحة التفاوت الطبقي العميق. أما هرنانديز الذي كان رئيسا لإحدى البلديات فصعد في استطلاعات الرأي في الأسبوعين الماضيين فقط، مدعوما بحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد بإنهاء الامتيازات الممنوحة للمسؤولين وترشيد الإنفاق لدى حكم البلاد. وسيكون تولي جوستافو بيترو أعلى منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود. والآن جاء موعد الفقرة الرياضية. نعم، الأخبار الرياضية مع دينا فكري. شكرا لكم مجددا، وأخبار الرياضة محليا وعالميا. يلتقي الأهلي الآن مع الوداد الرياضي المغربي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الوداد بهدف مقابل لا شيء.
وللمزيد تنضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، يعني بعد التحية، ماذا لديك من الأجواء حول هذه المباراة؟ نعم، يعني تابعنا منذ قليل شوط المباراة الأول، وهذا هذه المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي، وكما ذكرت انتهت بتقدم نادي الوداد بهدف نظيف خلال شوط المباراة الأول. حالة من الترقب سادت هنا الأجواء في نادي النصر وسط تشجيعات للنادي الأهلي، ويعني هناك أمل مازال متواجد بالطبع، خاصة أنه مازال أمامنا شوط مباراة ثاني، يستطيع الأهلي أن يعود مرة أخرى ويحسم نتيجة هذا اللقاء. والذي بدأ اللقاء بتشكيل، يعني هناك فيه بعض التغييرات القليلة عن المباريات السابقة التي خاضها الفريق، فكانت بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وخط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، خط الوسط إليو ديانج وحمدي فتحي حسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، بينما قاد بيرسي تاو هجوم النادي الأهلي. كانت المباراة هجومية من قبل نادي الوداد، والذي بدأ ببداية هجومية مع شوط المباراة الأول، ولكن أيضا تابعنا عدد من الفرص المؤكدة، يعني ربما كانت فرصتين للنادي الأهلي كان يستطيع أن يحرز منها أهداف، ولكن لم يأتي الحظ في جانب يعني النادي الأهلي خلال شوط المباراة الأول، ولكن بالطبع مازال الأمل موجود، يستطيع النادي الأهلي أن يحقق البطولة 11 له في تاريخه والبطولة 3 على التوالي من دوري أبطال إفريقيا، وخاصة أنه تاريخ المواجهات بين الفريقين في هذه البطولة كانت في صالح النادي الأهلي طوال 11 مرة التقى فيها الفريقان، كان الفوز من نصيب النادي الأهلي في 4 لقاءات، بينما كان الفوز لنادي الوداد في لقاءين فقط، والتعادل أيضا في 4 لقاءات. بالطبع نتمنى يعني لنادي الأهلي الفوز بهذه المباراة الهامة له، رغم الصعوبات اللي واجهها النادي من اختيار ملعب المباراة في المغرب، وأيضا يعني ما يتعلق بدخول جماهير النادي الأهلي وعدد المقاعد المخصصة للنادي الأهلي، ولكن يعني كل هذه الأمور لن تستطيع أن تفصل النادي الأهلي عن اللعب بحماس خلال شوط المباراة الثاني وتحقيق الفوز، وهو بالطبع كل يعني ما يتمنى أو هذا كل ما يتمناه هنا من يتواجدوا في نادي النصر وأكيد في كل أنحاء مصر وعدد أيضا من الدول العربية اللي بتشجع النادي الأهلي. وأعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. لك الزميلة جرمين إبراهيم من نادي النصر بمصر الجديدة، ونتوقع إن شاء الله النصر يكون حليفنا. كما تنضم إلينا من مركز شباب التجمع الأول لمراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين. لمياء، بعد التحية صفي لي الأجواء لديك. مساء الخير عليك دينا وعلى سادة مشاهدي القناة الأولى المصرية في كل مكان. بالفعل تابعنا خلال الشوط الأول الهدف النظيف الذي أحرزه نادي الوداد في مرمى الأهلي، رغم يعني استحواذ النادي الأهلي بشكل كبير خلال الشوط الأول، هذا لم يعني يبعث الإحباط لدى جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي على وجه الخصوص، ولكن هناك دائما أمل كبير، خاصة أن الأهلي يعني يأمل بالتتويج مرة ثالثة على التوالي في هذه البطولة، وللمرة 11 يتمنى أن يستحوذ على هذا اللقب الذي يتنافس دائما عليه هو ونادي الوداد القوي بشكل كبير وله فعالية كبيرة في هذا الدوري. نتابع بحرص شديد وبأمل كبير على يعني هذه المباراة وهذا الدوري ليتوج النادي الأهلي بهذه البطولة. إليك دينا. هي لمياء حمدين من مركز شباب التجمع الأول، وكل التوفيق طبعا للنادي الأهلي. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إيهاب جلال القائمة النهائية لمعسكر المنتخب المقرر إقامته اليوم حتى 14 من يونيو المقبل في إطار الاستعداد لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. وفضل الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي مقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة.
ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى ياسر ورقدة. شكرا لك دينا. تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة مديحة يسري التي توفيت في 30 من مايو عام 2018. مديحة يسري التي اشتهرت بسمراء النيل ولدت في 3 من ديسمبر عام 1918، قدمت خلال مسيرتها نحو 90 فيلما مع كبار نجوم السينما. والآن جاء موعد أخبار الأحوال الجوية والطقس. نعم، عودة مرة أخرى إلى دينا. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 37-21، الإسكندرية 29-19، مطروح 28-18، بورسعيد 30-20، الإسماعيلية 37-21. ننتقل إلى سويس 36-20، العريش 30-20، طابا 36-22، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 39-26، الأقصر 42-25، أسوان 43-26، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 36-23، وحلايب 32-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهذه لقطة هذا اليوم. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. قمة مصرية بولندية بالقاهرة، ورئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة سبل التوصل لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حظر النفط الروسي. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار ولكن التاسعة مستمرة مع زميل العزيز يوسف الحسين. أهلا بك يوسف. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا رغدة؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ زي الفل. يا عم ياسر، الأهلي هيعمل إيه؟ إحنا كلنا مترقبين ومنتظرين. آه والله يا شباب، أنا حتى وأنا زملكاوي قاعد مترقب نتيجة الماتش وحالة كده من حالة، أنا مستاء بصراحة ومتضايق ومتغاظ ومش طايق نفسي. مش هتفرج على الماتش علشان الأهلي؟ لا مش بس مش علشان الأهلي، بصراحة أنا مش مبسوط، يعني الماتش مش ماشي حلو. إن شاء الله بالتوفيق في هذا الحال، وإن شاء الله الأهلي يدفع. يا رب يا رب. أشكرك يا ياسر، أشكرك يا رغدة، كل الشكر ليكم مرة تانية، واستأذنكم نبدأ فقراتنا، شكلكم أهلاوية مش عارف.